السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه overlayapp.com، ده بيخليني أعمل شكل معين بحيث يبقى 3D augmented reality من خلال الموبايل، أقدر إن أنا أشوفها. فبيقول لي إن أنت تقدر تعمل create marker based overlay app object بالشكل دوت، وبيشرح لي الخطوات. هو بيديني 5 أيام فري، بيقول لي اختار اسم للمشروع، اختار صورة، هو لازم يكون 3 حروف مش مشكلة، فاختار الصورة ديت بحيث ان هو اول ما يقابل الصورة دي تمام يبدأ يظهر لي الفيديو او العنصر او الصورة او 360 بكل بساطة، وممكن تضيف شوية ازرار تساعدك في الشغل بتاعك. بعد كده هقول له create project، دي الصورة اللي موجودة واللي على اساسها هيبدأ يظهر لي الموديل اللي انا عايزه. ممكن اقول له 3D object او اقول له فيديو او image gallery بحيث انه يظهر لي مجموعة من الصور، ونخلي بالنا ان هي لسه حتى الان درافت تمام، لازم اقول له save واقول له publish. فبيبدأ يفتح الموقع، تقدر ان انت ترفع حاجة 3D object او تضيف حاجة موجودة جاهزة او تديله فيديو من اليوتيوب، او ممكن تقول له انا عايز اضيف ان اف تي تمام، يعني ممكن نضيف مثلا دراجون بالشكل دوت بحيث ان هو اول ما يشوف الصورة اللي احنا اديهالنا يروح مطلع ديناصور بالشكل دوت، وتقدر ان انت تكبر وتصغر في الشكل زي ما انت عايز. وحتى بعد ما ترفعه على الموقع ليك وانت بتستخدم الموبايل ان انت تكبر الشغل وتعمل له روتيت براحتك خالص. كده بقى موجود، بس الناس تقول له بابلش بحيث يديك الرابط اللي تقدر تشاركه مع الاصدقاء، واي حد بيستخدم الموقع يقدر من خلال الرابط ده ان هو يستخدمه تمام. بيقول لك استخدم السكان كيو ار كود، اعمل سكان للصوره ديت اللي احنا رفعناها له، هيبدا يظهر الديناصور دوت على الصوره دي. ده لو انت شغال على جوجل بلاي او لو شغال على اب ستور.